لمن عمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك كل خير سألك بك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا تقبل منا قيامنا تقبل منا تلاوتنا اللهم تقبل منا صدقاتنا اللهم تقبل منا سائر أعمالنا ولا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين الله أكبر